صباح الخير سالي. سعد صباحك ميسان. سعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله هالنهار يحملكم كل الخير والطاقة الإيجابية يا رب، يحملكم كل السعادة. كيف أيامك هالأسبوع سالي؟ يعني ميسان شوية طقس متقلب، شوب شوي وأحيانا بيطلع هواء، بس إجمالا يعني جيد جدا. يسعد صباحك عن جديد ويسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. يعني مع أنا وميسان معنا كتير اليوم من المواضيع والضيوف وأكيد المعلومات اللي ممكن تحقق الإفادة لنا ولكم. ميسان وين رح نبلش؟ رح نبدأ بفقرات برنامجنا اللي حتكون معنا لليوم وهي فقرات منوعة. البداية رح تكون مع الشقيقة، معاناة لكتير من الأشخاص حوالينا ويلي ممكن تمتد لأيام، فما هي طرق التخفيف منها؟ أكيد ميسان، يمكن الصور على الشاشة هي عم تحكي لنا عن معاناة الشقيقة يلي ممكن تمتد لأيام، وأيضا رح نتعرف ميسان سوا عن القلق يلي هو يعتبر من الحالات العصبية أو خوف من رهبة الامتحان بفقرة الطاقة. يعني بتعرفي هلأ وقت امتحانات وكتير عم نشوف في قلق. فعلا القلق يعني بيرافق كل الطلاب. بالختام رح يكون معنا آخر صيحات التجميل وخصوصا بالمكياج لصيف 2021 مع خبير التجميل لنحكي عن هالموضوع بشكل أكبر. أما هلأ يعني رح نروح لنتعرف على آخر الأخبار المنوعة، والبداية رح تكون سالي من المكسيك، حيث أظهر مقطع فيديو حفرة عملاقة بلغ قطرة أكثر من 70 متر بمنطقة جنوب شرق المكسيك، ما أثار هلع السكان في المنطقة يلي توسعت لعشرات الأمتار. خلونا نتابع مع بعض. ميسان رح نروح لمكتب الأرصاد الجوية يلي أيضا رصد لنا صور مذهلة لثوران بركان جنوب غرب إسلندا في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة التي حدثت في المنطقة بالأسابيع الأخيرة. تسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران، حيث نصح مكتب الأرصاد الجوية السكان بالابتعاد عن المكان حيث تنير سماؤها سحابة حمراء متوهجة. Thank you.
يعني سالي احيانا الظواهر الطبيعيه بتكون مثيره للهلع والقلق، يعني مشهد مخيف فينا نقول عنه لثوران البركان. صحيح. مانو ابدا مانو هين. هين ان الواحد يشوفها. رح ننتقل للبرازيل سالي، اللي غمرت مياه نهر الامازون مدينه مانواس البرازيليه جراء ارتفاع منسوب المياه الى مستويات غير مسبوقه خلال اكثر من قرن. خلونا نتابع مع بعض. ميسان، يعني هلا رحنا لكل البلدان وخبرنا المنوع الاخير رح نروح فيه على النمسا. اكيد خبرنا اليوم بيتحدث عن احذيه ذكيه تهتز لمساعده المكفوفين. تستخدم هذه الاحذيه خوارزميه مبتكره لمساعده ضعاف النظر في تحديد مسارهم واكتشاف العوائق عن طريق اطلاق تحذير او تنبيه بالاهتزاز من داخل الحذاء من خلال موجات فوق الصوتيه. خلونا نتابع سوا. هلا خلصنا اخبارنا المنوعه لليوم وصار وقت نروح لنتعرف على ابرز الاحداث يلي صارت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. يوم بتتولد أحداث جديدة وبتتسجل روزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم بأربع حزيران خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1487 البرتغالي بارثولوميو دياز يكتشف بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند ومسيره بمحاذاة الساحل الإفريقي. وبعام 1977 ستيف جوبز يطرح أبل 2 في الأسواق. وبعام 1981 بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز. وبعام 2002 الإصدار الأول للمتصفح موزاريلا يرى النور. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. ففي عام 1900 دينيس غابور عالم فيزياء هنغاري حصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1971. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1981 أحمد رامي شاعر مصري. ميسان، ببداية أخبارنا اليوم بالعناوين حكينا عن الصداع، حكينا عن القلق. موضوعنا اليوم صداع الرأس الشقيقة أو صداع
النصفي. كثير من الأشخاص عم يعانوا من هذا الموضوع بعوارض شديدة جدا تجعل من المصابين بيفكروا كثير بالموضوع. أحيانا بيدوروا على مكان مظلم وهادئ للاسترخاء ليقدروا يرتاحوا شوي. تفيد المعطيات أن 17% من النساء و 6% من الرجال بيعانوا من نوبات الصداع النصفي أو ما يسمى بالشقيقة. بعض الحالات تظهر تحذير لصداع الرأس الشديد أو تكون مصحوبة بعلامات مثل ومض الضوء، تشوش أيضا بالرؤية. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر بصرنا نرحب بالدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية. سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. دكتور، دائما بيصير في لغط بين أنه عم يجعني راسي، يمكن عندي الشقيقة أو عندي صداع نصفي، أو يعني الفرق بيناتهم. بداية خلينا نعطي التعريف العلمي للشقيقة وشو فرقه عن الصداع العادي. الحقيقة الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع، واضح من الاسم. الصداع النصفي هو ألم يصيب بالرأس بصفات معينة، وهون الموضوع اللي كتير لازم ندقق عليه، لأنه هو مثل ما أنه نوع من أنواع الصداع، إذن هو صداع ألم بالرأس بس له صفات معينة لحتى نسميه هو شيء، وهي الصفات هي صفات سريرية. أول شيء هو صداع نوبي بيضل من 4 ل ممكن 3 أيام، من 4 ساعات ل 3 أيام. 2 بيصيب جهة واحدة من الرأس وبتكون متكرر، يعني في ناس تقول لك أنا عم يصيبني مرة يمين مرة يسار مرة بشكل قفوي، في شيء اسمه شقيقة قفوية. فبالتالي هو بيصيب جزء من أجزاء الرأس وقد يترافق مع تعمم لاحق، يعني في ناس تلاقي إصابة بجهة واحدة وبعدين صار بكل الرأس. يعني طبعا منعكس الألم صار بكل الرأس أو هو صار هيك يأتي؟ صار الألم بكل الرأس. طبعا هذا لا ينفي أنه يكون شقيقة. بيكون مترافق مع أنواع تانية من الصداع، هذا من الجي بعدين. ممكن يترافق مع أعراض تانية جهازية، يعني الغثيان، الإقياء، الخوف من الضياء، الحب، الانعزال والحاجة للهدوء والابتعاد عن الضجيج. هي كلها من الأعراض اللي بترافق الشقيقة. وبيهمنا نذكر انه عاده الصداع الشقيقه بيرافقه شيء بنسميه الاوره او النسمه، يعني المريض بحس حاله، هي الكلاسيكي، هي الصوره الاساسيه للشقيقه، انه بيحس حاله رح تجينا نوبه. سواء بحس احساس داخلي بيقول لك في عندي قبضه بالقلب، او بحس في عنده الوان بتجي على بعيونه، او بحس بسمع صوت بالاصوات غريبه. هي من الشغلات المحذره انه رح تجي الشقيقه. يعني دكتور من خلال مقدمتنا، يمكن النساء دائما مظلومين بكل شيء يا ميسان، حتى بالشقيقه يمكن ان نسبتهم اكبر شوي يعني من الرجال. هل هذا الشيء بيعود لاسباب هرمونيه لنشأة الأنثى أو المرأة، أو ممكن مسببات تانية؟ يعني شو، ليش النساء كمان يعني مغضوب عليهم؟ كل شيء بيجعون أكثر. كل شيء بيجعون أكثر. لا، الحقيقة هي العلاقة بالأستروجين اللي هو هرمون خاص بالنساء. هلا الأستروجين اتهم بنظريات عديدة إنه هو مستوياته العالية بالجسم تحرض الشقيقة. طبعا في عنا شغلة أهم من هيك، إنه في شيء اسمه الصداع الطمسي. طبعا هون في كتير اختلاف عليه وفي كتير اقاويل ونظريات عليه. هلا في ناس بتقول انه هو جزء من عسرة الطمس، وفي ناس بتقول هو جزء من الشقيقة، لانه كتير من مرضى الشقيقة الاناث بتلاقي بترافق الشقيقة معهم بتكرار، خاصة قبل الدورة الشهرية بيومين او اثناء الدورة الشهرية، وهذا له علاقة طبعا. اول من عشرات السنين نحن كنا نقول مرتبط بنسب الاستروجين. هلا جديد في نظرية بتقول انه هو هذا نوع من أنواع عسرة الطمس. تماما. فهو بيتظاهر بشكل شقيق. هو عند بعض الإناث فعلا بيجي بأوقات يعني الدورة الشهرية بيقولوا صار عندي شقيقة أو صار عندي صداع رأس، يعني بنشوفها شائعة كتير. طبعا هو هون نحن هذا حديثا صار يصنف بنوع من أنواع عسرة الطمس.
بتظاهر بشكل شقيقة وليس شقيقة بتزيد بنسب بفترة ما قبل الدورة. وبالحالتين هو العلاج واحد والتشخيص واحد طبعا. طيب خلينا شوي نحكي، ذكرت حضرتك بعض الأعراض، يعني أنه مثلا بيميل للعزلة، بيصير ما بيقدر يشوف ضوء، شو أسباب أنه ما بيقدر يشوف ضوء؟ يعني ليش بيصير عنده هي الحالة؟ ليش بيصير عنده ردة فعل هضمية مثلا اللي هي حالة الإقياء؟ طيب هلا هون لك بنجي للآلية الفيزيولوجية، ولو انه شوي معقدة قصة الآلية الفيزيولوجية بس رح احاول بسطها. شو يعني الآلية الفيزيولوجية؟ ببساطة هو الجواب على سؤال انه شو بيصير فيني وليش بيصير عندي هذا الوجع الراس. نحن كلياتنا بكلية الطب وحتى اللي من جيلنا من الأطباء للأجيال الحديثة درسوا أنه الشقيقة هي عبارة عن تقبض وتمدد الأوعية وبيصير في حواليها الدماغية، بتحسي المريض عم يقول لك والله راسي عم في مثل مطرقة عم تطرق فيه، وفي حواليها بيصير في التهاب وإفراز بروستاجلاندينات، لأنه هي فعليا الأعضاء المؤلمة بالرأس هي الأوعية الدماغية والأغشية الدماغية. الخلايا العصبية نفسها غير مؤلمة، لا تشعر بالألم، ما فيها نهايات عصبية تنقل الألم. هلا بآخر كم سنة، من 5 سنين وجاي، النظرية الأحدث عم تقول إنه السبب هو في خلل بأنوية العصب مثلث التوائم، وأن الشقيقة هي جزء من ألم مثلث التوائم أو أحد أشكال آلام مثلث التوائم. هذا الخلل غير معروف السبب. قبل كنا نقول انه هاي الاعراض بسبب انه عم يصير هذا الخلل بالاوعية بالتقبض والتمدد، عم تحرض انوية عصب الخامس او مثلث التوائم اللي بيعصب جهة معينة من الرأس، وعم تساوي لنا هاي الالام وعم تساوي لنا هاي الاعراض. انوية مثلث التوائم موجودة بجزء الدماغ اللي هي قريبة من مراكز الغثيان والاقياء. والتنبيه العصبي بكل اشكاله سواء بسبب الاضاءة ولا الصوت بيزيد عوامل من هذا التحريض على هاي الانوية. دكتور رح نرجع وناخذ المعلومات القيم منك، ولكن رح ننتقل للشارع واستفسارات بعض الناس حول هذا الموضوع، اكيد رصدته زميلتنا رزان سليمان. إذا صابني نوبة شقيقة، شو نوع الأدوية مثلاً بدي أخذها، العلاج، طريقة العلاج؟ يعني بحال إنه أجتني مثلاً بالليل فجأة، شو نوع مثلاً الأدوية وشو لازم أساوي؟ بس بدي أسأل الدكتور والله، شو الفرق بين نوبة الشقيقة والصداع؟ دائماً مريض الشقيقة لازم يرتاح وكذا، لما بنلاقي علاج لمرض الشقيقة شو يعني شو فرقه عن باقي الأمراض العصبية؟ دائماً بس مسكنات، بس لازم ينام، لازم يرتاح، يبعد عن التوتر. هذا الشيء كتير صعب، يعني إحنا ما في أي حدا ممكن يبعد عن التوتر، يعني أي شيء ممكن يتعرض للتوتر، وهالشيء دغري بيأثر على مريض الشقيقة، فلازم يلتقى علاج، لازم يلتقى حل لهذا الموضوع، يعني مثل باقي الأمراض العادية لازم يكون. بالنسبة لمرض الشقيقة، إنه صحيح إنه المعلومة إنه وقت حدا بيجي نوبة الشقيقة هو المفروض يقعد بالعتمة وبيكمل بهدوء كامل، ولا بياخد دواء إسعافي، وش طريقة علاجه وقت تجي النوبة؟ المرض كل الناس تعرفه، بس ما حدا بيعرف شو أسبابه، ما حدا بيعرف كيف أنا ممكن يكون عندي وقاية منه حتى ما تجيني النوبة. وثاني شيء، أهم شيء بهذا الموضوع إنه الإنسان يعرف شو يعمل وقت يكون تجي هاي النوبة، هاي الحالة، مشان يخفف نوع المرض، مشان يخفف الألم طبعا المرض، وكيف المرات الثانية إنه يتداركه. أول ما بتجي نوبة الشقيقة شو الإسعافات اللي بقدر أخذها بين ما أصل للطبيب؟ يعني شفنا دكتور أكثر الأسئلة بتتراود دائماً عن طرق العلاج، ويعني مثلاً في صبية عم تقول ليش ما في علاج، ليش هو دائماً بس مسكنات، فخلينا نعرف ليش ما في علاج. الحقيقة ما في علاج لأنه هو من طبيعة الإنسان، يعني نحن دائماً وخاصاً بالأمراض العصبية دائما بتلاقي جاي المريض عنا بالأمراض المزمنة وعم يقول إنه يعني معقول لهلأ ما لقيته علاج. نرجع للأساس، نحن قلنا إنه هو اضطراب بالخلايا العصبية تبع العصب مثلث التوائم، نحن ما فينا نبدل هذا الخلايا. اثنين، له علاقة بجسم الإنسان، بشفرات وراثية في الإنسان، فبالتالي طبعا ما له علاقة كوراثة مباشرة، يعني مو مثل لون العيون، إذا لون العيون زرق فلازم يطلع لون العيون، لا مو هيك القصة.
استعداد وراثي بنسميه، اللي عنده حدا من أهله عنده هاي المرض الشقيقة فهو نسبة إنه ينصاب أكثر من بقية الناس العادية. فبالتالي نحن ما فينا نغير هاي الأنوية وما فينا نغير من طبيعة عمله، فينا نحن نضبط الزي اللي عم يصير عليها، وممكن بحالات معينة إنه يصير شفاء وتختفي إن شاء الله. يعني دكتور كتير من العالم يمكن بتتمنى إنه ما بقى يجيها هاي النوبات. أطفال أحيانا بنشوف عندهم نوبات شقيقة يعني وعن جد بيعانوا منها. هل الأطفال هن الأكثر أذية أو بالأعراض أو الألم، أو هن ممكن مع تقدم العمر تخف إلى أن تتلاشى؟ هلا الشقيقة عند الطفولة هي لها ميزات خاصة الصراحة. هلا طبعا ما هي الأخطر؟ أكيد هن النسبة الأقل للإصابة، معظم الإصابة بتجي بعد البلوغ، بس في بعض الحالات عند الأطفال بتظهر، ممكن تترافق مع شدة بحالات شديدة مع إصابات، مثلا تلاقي الولد صار في ضعف بإيده برجله أو ضعف بالنظر، بس ولكن هذه شغلات مؤقتة بتتراجع. هلا الخبر المنيح انه عادة الشقيقة الطفولة بتتراجع عند البلوغ والتقدم بالعمر وبتختفي بشكل غير معروف. من المشاكل الشقيقة انه الآلية الحقيقية او سبب حدوث الاضطرابات اللي حكينا عنها غير معروف، اتهمت كثير نظريات، مشان هيك طرق ايجاد علاج شافي. يعني انا فهمت السؤال انه نحن شو هي حبة الدواء اللي اخذها في ثاني يوم او بعد اسبوع انا ما عندي شيء اسمه شقيقة وما عاد يجيني هاي النوبات. طالما لسه ما وصل الطب لموضوع الخلل الحقيقي اللي صاير ولماذا صار عند سين من الناس ولم يحدث عند عين من الناس، فصعب انه نغير هاي الآلية الموجودة. طيب بالنسبة للمسكنات، دائما بيخاف مريض الشقيقة، بيصير بيقول انه معقول صير انا مدمن على هاي المسكنات؟ تعرف هاي الأسئلة اللي دائما الأشخاص بيسألوها، شو هي أهم المسكنات اللي لازم ياخدوها في حال إجتهم نوبة شقيقة وهي بتجي فجأة، يعني ما بيصير إلا تدريج أبدا، وفي مسكنات إلى يعني إفادة أكثر من غيرها؟ هلا الحقيقة هون لازم ننبه على شغلة، إنه نحن ممنوع نصير مدمنين مسكنات، لأنه رح نخلص من صداع الشقيقة رح ندخل بصداع اسمه صداع المسكنات. فالمسكن يستخدم فقط في حالات معينة وبإشراف الطبيب. علاج الشقيقة لا يكون بالمسكنات، علاج النوبة يكون بالمسكنات. علاج النوبة نعم. أما علاج الشقيقة فنحن بنحاول نعطي علاج وقائي. العلاج الوقائي هو إنه يخفف من حدة النوبة، من شدة الألم اللي بيجينا، ويباعد بين الفترات. يعني إذا بتجيني مرة كل شهر بتكون مقبولة أكثر من مرة كل أسبوع أو عدة مرات بالأسبوع. فبالتالي نحن هذا العلاج الأساسي اللي بنتبعه، والمسكنات عند الألم فقط وعند الألم الشديد، يعني بعد ما ندخل بالنوبة. قبل ما ندخل بالنوبة في أدوية نحن بنسميها بشكل شائع وغير علمي هو مثبطات النوبة، مثل مشتقات الأرجوتامين، مثبطات استقبال السيروتونين، مشان نخفف نعاكس الآلية المتهمة بحدوث النوبة، بلكي بتكون النوبة مجهضة أو بتجي بشكل أخف. أما المسكن فهو بعد ما يصير تجي النوبة ويبدأ النوبة. يعني إذا تحس بالألم هون بهي اللحظات بيقدر أنه هو يأخذ طبعاً مسكنات. طبعاً وهون أنا بدي نبه، في مسكنات بتتاخد ومسكنات لا في حالة الشقيقة، أو كل أنواع المسكنات تؤخذ؟ هلا الحقيقة هون بدي نبه على شغلة أهم. في كتير ناس أنه أنا بتجيها نوبة بتشعر بألم هائل، من الخوف بالنوبة الثانية بتاخد مسكنات زيادة على اللزوم عشان ما تجيها النوبة. يعني بيقول لك لا خليني أخذ حبتين، ما بدي ارجع احس بهداك الشعور، والحبتين بعدين بيصيروا اربعه، والاربعه بيصيروا سته وثمانيه وهكذا. هون بدي انبه على قصه، اقل جرعه مسكنات بنستفيد عليها خلينا عليها، مشان نضل على عتبه معينه من الالم او عتبه معينه من الدواء ممكن استفيد منها بحالات الالم. اثنين، نحن المسكنات المستخدمه هي كل انواع المسكنات، تبدا من السيتامول حتى المضادات الالتهاب الاسترويديه، الديكلون ومشتقاته، ممكن تستخدم اثناء النوبه، وبتختلف الحقيقه هي الاجابه من شخص لشخص حسب جسم المريض وحسب شو ممكن يتحسس من ادويه، شو ممكن ادويه تعمل له اضرار. مريض الضغط ما معقول نعطيه ديكلون، مريض اللي عنده
أمراض بالكلية، أمراض قرحة معدية، ما ممكن نحن نعطي مشتقات مضادات الالتهاب بحسب الحالة المرضية يعني طبعا. دكتور هو الشعور. هلأ رح نحكي عن حقن البوتوكس لتخفيف من أعراض الشقيقة، يعني مع تطور الطب والعلم البوتوكس ومس معنو بمس هو بالمنحة التجميلي وأيضا صار بالمنحة العلاجي، هل هو يعني نتائجه منيحة يخفف؟ هلا الحقيقة حتى موضوع حقن البوتوكس طبعا أخذ الـ FDA أبروف بالجمعية الأمريكية لعلاج الشقيقة، بس هو علاج يجرى علاج تجريبي، يعني أهم شيء نحن المرضى اللي بيراجعونا نفهموا أنه هذا الموضوع لساته في مرحلة الاختبار والتجريب، وهو نسب الفائدة منه نرجع بنحكيها هي تتفاوت حسب الحالة وحسب المريض، حسب المريض نفسه، وبده خطة كاملة، يعني مو موضوع انه بدي يروح اعمل جلسه بوتوكس عن طبيب تجميل واطيب من الشقيقه لا ما هيك، في له شروط، هو عباره عن 8 جلسات بين 6-8 جلسات، والحقن لا يتضمن فقط الوجه مثل ما الناس بتتخيل، لا في عضلات الرقبه وعضلات الصدغيه لازم تنحقن، وبعدها في نسب تحسن بين 60-70% مو 100%، يعني 60-70% من الناس بتستفيد، في 30% من الناس ممكن ما تستفيد ابدا على هذا الحقن لاسباب ثانيه، قد يكون في انواع ثانيه من الصداع، في محرضات ثانيه للصداع، في امراض عضويه، في بنيه نفسيه عند المريض او المريضه. ولكن شو هي اليه حقن البوتوكس؟ يعني ليش تستخدم؟ يعني اين تحقن؟ يعني هلا الحقيقه لا. البوتوكس يستخدم تعرفي مثل ما هو بشل العضلات، يعني بكل عضلات الرقبة والهي بيستخدم، والوجه بنقاط معينة طبعا معينة. وهي اللي إلها علاقة بالشد اللي بيحس فيه المريض بالعضلة اللي نحن بنسميها عضلة الفروة، نحن هاي الشد اللي بيصير بحالات التشنج الشديدة ممكن يساوي تريجر بوينت أو تحريض للنوبة بآلية معاكسة، يعني الشقيقة بتساوي شد على العضلات، والعضلات بعد ما تتشنج وتصير تشنج مزمن بتحرض نواب الشقيقة. نحن بحال إرخاؤه طبعا مثل ما قلت بلش من عضلات الرقبة والكتفين للعضلات بالوجه، هون ممكن نحن مثل ما بقولوا نعمل بريفنشن أو وقاية من أنه تتكرر نواب الشقيقة أو منخفف من حدتها. يعني بدنا نشكرك كثير دكتور لهالمعلومات، يعني من اصعب النوبات الصداع فعلا الراس هي الشقيقه، نتمنى للكل الصحه والسلامه، وان شاء الله هذا الحاله المرضيه بيلتقى لها علاج في يوم من الايام مع تطور الطب. شكرا كثير لك دكتور. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور تامر على المعلومات القيمه. اما هلا يا ميسان رح نروح لمحافظه السويداء بهدف تعزيز روح المعرفه و عدم الابتعاد عن العلم، افتتح مركز معهد أجيال الغد دورة تعليمية مجانية أيضا لتعويض الفاقد التعليمي في مدينة السويداء. مزيد من التفاصيل مع زميلنا شام حمدان. بهدف تعويض الفاقد التعليمي للطلاب بسبب جائحة كورونا العالمية، أطلق معهد أجيال الغد مبادرة تعليم مجانية للطلبة والأطفال، وذلك بمعدل 3 ساعات لكل فئة يوميا ولمدة 10 أيام متواصلة. تعودنا دائما نقدم فعاليات مجانية للطلاب الغير قادرين على تسجيل دورات وتعويض الشيء اللي عم يروح عليهم في المدارس. دائما نحن الفعاليات هي عم نقوم فيها كل شهرين 3 بالفترات العطلة الانتصافية عطلة الصيف، فعم نحاول نقدم أكبر دعم ممكن لهي الفئة من الناس. أطلقنا هاي المبادرة لأهميتها من فاقد التعليم إلى الطلاب بكافة المراحل العمرية، ولإحساسنا الكبير باتجاهنا اتجاه الطلاب، وبتشكر كل الأهل اللي تعاونوا معنا وكانوا متواجدين بهالمعهد على مدى الأيام 10 اللي حنقوم فيها هالفعاليات. الفعاليات هي عمل مجاني طوعي. 700 طالب تقريبا مستفيد من هذه المبادرة، وهي ليست المبادرة الأولى التي يطلقها المعهد، حيث سبقها الكثير من المبادرات بهدف مساعدة أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم. هذا المعهد الكبير باسمه بإدارته بأفكاره الحلوة عم بيقدم شيء مميز جدا للأطفال للطلاب، كان شهادات ولا الصفوف الانتقالية
تعويض الفاقد التعليمي. سجلت ولاد اثنين ثاني وسادس وإن شاء الله متفائلي إنه وضعه رح يكون تمام. لطالما كان العلم هو السلاح الأقوى في بناء الأجيال وشعلة النور لمستقبل واعد، سيبقى أبناء سوريا معطائين لبناء وطنهم. هلا سالي رح نروح من فقراتنا اليوم، يعني هلا من معاناة يمكن هلا وشغلات هلا عم تصير معنا كل الامهات والاباء عم يتابعوا اولادهم طلاب الشهادة الثانوية والتعليم الاساسي يلي عم يقدموا، عندهم يمكن الكثير من الهاجس، هذا الهاجس يلي بيعملهم بعض القلق والخوف للطلاب وحتى يمكن طلاب الجامعات سالي عندهم صحيح. هي الحالة لنحكي كيف نحن بنقدر نتغلب على هذا الموضوع، كيف بنقدر نتغلب على القلق والخوف ونستعد بالشكل الصحيح نفسيا فينا نقول وطاقيا للامتحانات. معنا خبيرة الطاقة غالية البغدادي، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكم منورين. يسعد صباحك غالية، يعني دائما نحن عنا هيك مواضيع عن جد بتكون شوي إلى خصوصيتها وخاصة بما تعلق بعلاقة الآباء والأهل مع أولادهم. مثل ما بنعرف هلا عم يقدموا امتحانات، ومثل ما بيقولوا عن جد أحيانا الأم والأب بتحسيهم هن اللي عم يقدموا الامتحان أكثر من الطالب، عندهم رهبة أكثر يمكن، هو بيروح بيقدم وهنا بيكونوا عن جد متشنجين خايفين. قديش خلينا نحكي عن حالات الرهبة من الامتحان، القلق اللي احيانا بتفيق الطالبه ماني ما متذكره شيء انا تماما صح، او احيانا بتصل للامتحان بتنسى كل شيء بتقلك. هلا هذا الجو العام اللي نحن بنعيش الطالب فيه اذا بدك، يعني نحن على طول عندنا هذا الطاقه لانه لا بدك تدرس لازم كذا، ونبني كثير امال. ممكن تكون انه نحن طاقه طفلنا او طاقه طالبنا له طاقه معينه للدراسه، يعني كل شخص له طاقه معينه له قدره معينه، انا ما لازم اضغطه اكثر من هيك حتى ما يكون هو، حط توقعات لحالنا يمكن تماما حتى ما يكون هو هذا الشخص المتعب. يعني بتحسي احيانا مثلا الاهالي بيقولوا لك لا لازم يكون طبيب، بدهم اياه يبذل كل طاقته لحتى يكون انه مثلا طبيب، طب هذا الشيء ممكن يكون متعب للطفل، ونحن ما نخلي مثلا الطالب يحمل اكثر من طاقته. مجرد ما انت ضغطتيه وحطيتيه باطار معين انه انت لازم تجمع كذا ولازم تكون احسن من فلان ولازم كذا، انت هون حصرتي، صدقيني مستحيل قد ما درس حيكون في عنده شيء ناقص، بس يصل للامتحان رح ينسى، حيكون مضغوط، حيكون تعبان. فبدنا نحن ننتبه، يعني ما يضل عنا هذا بدنا اياه انه لا نحمله فوق طاقته. بتقلك احيانا نحن بنقول لهم للامهات انه انت عم تحملي اكثر من طاقته، بتقلك معلش هي بكالوريا. انا بنصح وبقول لا ابدا مو معلش، بالعكس كل ما ريحنا كل ما عطى اكثر. يعني هاي الحالة النفسية يمكن هي من خوف الاهل وقلقهم على مستقبل الطفل، ولكن هذا المستقبل قد يصل إلى الضياع بسبب هي الرهبة أو هذا القلق. كيف نقدر نحن يعني نحارب هذا الموضوع، نحارب القلق أو نعكس طاقة إيجابية بالبيت؟ شو دور الأهل لحتى يعكسوا هي الطاقة المهمة لرياحة الطالب وليروح على الفحص يكون هو شخص مرتاح؟ يعني تماما. هلأ في شغلة بدي أحكي عليها، اللي نحن عطول متعودين أنه نحن عطول نرددها، أنه من قبل بسنة منكون عم نقول السنة جاية بكالوريا، السنة جاية تاسع، ما لها لعبة، بدها هزك كتاف، بدها كذا. فهون نحن عم نحمله شيء أو عم نعطيه طاقة سلبية من قبل ما يفوت هو بالحالة. ممكن يكون الطالب كتير شاطر يعني وما عنده هالطاقة أو هالشيء اللي هو خايف منه، كل ما كان الطالب مرتاح ما عنده هذا الخوف كل ما أنجز أكثر، وكل ما نحن عملنا له هذا النوع من الرهبة والتعب هو حيخف أو حتنزل عنده الطاقة، ما عاد عنده قدرة للدراسة. فنحن منحمله هاي الطاقة السلبية قبل بسنة. عندك بكالوريا، عندك كذا، عندك فنحن احنا فوتناه بمود كتير مكركب. نحن لازم نخلي الامور طبيعيه، جدا طبيعيه، هي شغله. الشغله الثانيه اللي انا بدي احكي عنها هي المقارنه، يعني انا ما لازم قارنه فيني. هلا اذا انا طبيبه ما لازم ابني يكون طبيب، لا انا بعطيه الحريه، معلش دروس على قد ما بتقدر، بس لازم انه بحبك انك تجمع، بحب انك، بس ما بفرض فرض او لا غصب عنك. اقارن باخوه مثلا تماما أو حتى مثلا بدك تطلع مثل اخوك، بدك تطلع مثل ابن خالتك، شوف ابن الجيران، هي المقارنات كلها هي متعبه. انا بدال أعمل له تحفيز أنا عم بعمل له تنزيل للطاقة، يعني أنا الطالب عندي عم بيصير أنه هو متعب جدا أو مرهق تماما. والدليل يمكن على كلامك غالية، كثير من الطلاب بيخلصوا
بكالوريا، بدهم ينتقلوا للمرحله الجامعيه بفرض فرع معين من الاهل انه بدك تفوت طب، علما انه يعني ما بيحبوا بحب الفنون الجميلة وممكن تسبب قديه ممكن تسبب فشل للطالب من خلال مراحل دراسة يعني. تماما، إذا ما حب شيء ما بيبدع فيه. تماما، يعني أي حدا بتحطيه بمكان هو ما أنه حابه مستحيل يبدع فيه، مستحيل أنجز، مستحيل يعطي الشيء يلي هو بده إياه أو من داخله. كل ما نحن خيرنا الطالب إنه أنت شو حابب، أنت شو بدك، أنت فوت الشيء اللي أنت بدك إياه حيبدع فيه. يعني مو ضروري الإبداع يكون بس إذا كان طب أو هندسة أو لا، ممكن يبدع إذا كان رسام، ممكن يبدع إذا كان عم يشتغل أي شيء المهم بحبه. يعني أنا أهم نقطة عندي إني أنا ما ضل عم أضغطه وأنت لازم تكون مثل فلان وأنت لازم تجمع كذا وأنت لا، أنا بعطيه الحرية وبنظم له وقته. أهم شغلة إنه أنا تنظيم الوقت، يعني أنا أعمل أوقات معينة، خلص هل ساعة دراسة ساعة رياحة، ما بيصير كمان كل الوقت دراسة. نحن بنوصل لمرحلة بنفقد كل شيء، يعني خلص كل شيء حفظناه بيروح. يعني للأسف هداك اليوم هيك صارت قدامي قصة إنه أم عم تقلها لبنتها، يعني عم تقلها إنه هالصيفية ما في إنه تصيفي لأنه السنة اللي بعدها بكالوريا. قلت لها شو دخل هالصيفية والصيفية اللي بعدها؟ يعني تماما، يعني وصلنا لمرحلة إنه حتى ممنوع انه يطلعوا مشاوير، ممنوع يعني هي حاله ضغط كثير كبيره لها تاثيرات ومن قبل بسنه يعني تماما يعني بصير احيانا في هروب كمان للطالب من موضوع الدراسه باشياء اخرى. ممكن هلا النت صار متواجد معهم 24 ساعه، فهن بيصيروا مثلا بيفوتوا على غرفهم ليدرسوا، ما بيدرسوا، بيقعدوا على النت لانه هن مضغوطين من الاهل. يعني هلا ما بدنا نقول انه كل الحق على الاهل، بس بنفس الوقت هن لهم يعني نص السبب، يعني انه الاهل تمام. اذا كان بالدعم او اذا كان بالتخويف. تماما، نحن بس نعطيهم فرصه راحه شوي، يعني ساعه او ساعتين او ساعه مثلا نقسم لهم اياها، صدقيني بيرجع انشط من الاول. اما يضل قاعد بالغرفه وعم يدرس بيصل لمرحله قد ما درس ما عاد يستوعب شيء. وهي هي اللي بتصير النقطه، انه انا رحت على الفحص نسيت كل شيء. طب ليش نسيت كل شيء؟ ضغط معلومات وبدون راحه بيوصل لمرحله بينسى كل شيء. هلا في تعليمات حابه اقول لهم اياها للطلاب اللي عم تسمعنا. يعني أنا لما بدي أدرس ما في شيء اسمه غرفة نوم أدرس فيها أو على التخت أدرس. غرفة النوم مخصصة للنوم، فأنت مجرد ما دخلت أنت حتقعد شوي ساعة ساعتين ففورا حتنعس. وكثير من لاقي الأولاد فورا بلشوا بدهم ينعسوا، إلا إذا كانت الغرفة واسعة، في مكتب، في مكان أنه هو يضل قاعد عم يدرس، هي ما أنا مشكلة. أما إذا كانت الغرفة بس حصرا تخت وهيك، لا ما حيمشي الحال أبدا. الدراسة على التخت أبدا، وما بيصير في تركيز تماما. تماما، هي نقطة. النقطة الثانية، أنا لما إذا الطالب، في طلاب بتحب تكتب وفي طلاب بتحب تقرا، الطالب اللي بيحب يدرس قراءة يقرا بصوت عالي لأنه بتترسخ المعلومة أكثر بباله، مو مثل الطالب إذا عم تقرا بقلبك أنت ما عم تسمع شو عم تقرا فبتنسى. تماما، فاقرا شوي بصوت عالي بتترسخ الأفكار كلها براسك. أما الطالب اللي بيحب يكتب، أنا بحب أقول له إنه يكتب بقلم أحمر، القلم الأحمر بيركز الفكرة أكثر بالدماغ. فهيك نحن سهلنا على الطلاب بهالفترة، فترة الدراسة، إنه يعرفوا بس شو بيحبوا ونوجههم للشيء اللي بيحبوا. بما انه عم تحكي على بعض الطرق، يعني بنلاحظ انه في طلاب بيلونوا كثير الكتب تبعيتهم بالتخطيط الاصفر الفوشي. هي الحاله هي فعلا بترسخ المعلومه مثل ما البعض بيقول، او بتعمل تشتت بسبب كثره الالوان على الورقه. تماما، هلا اذا الطالب عم بيعمل بايده وهو مبسوط، لا اكيد ترسخ المعلومة. أما إذا هو من باب أنه عم بيقرأ وبس عم يتسلى، أكيد لا ما حيستفيد أي شيء أبدا، بتعمله تشتت. بعدين بيرجع بيقول أنا ليش هيك ملونة، شو عامل أنا، شو هالفقرة أو شو الشيء اللي أنا ملونه. لا، أما إذا كان هو مركز بالشيء اللي عم بيعمله، لا أكيد بيستفيد. تماما غالية، رح نتابع حديثنا معك، لكن رح ننتقل لزميلتنا سلمى عودة المتواجدة في ساحة الأمويين ضمن حملة نظافة أكيد برعاية محافظة دمشق. تفاصيلنا معك يا سلمى، يسعد صباحك. صباح الخير إليك سالي، وصباح الخير لميسان ولضيوفك ولبرنامج
صباحنا غير على الإخبارية السورية. مثل ما قلتي سالي، نحن متواجدين اليوم بساحة الأمويين. طبعا كل سوريا عمت فيها الأفراح بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري وانتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الأسد. محافظة دمشق بدأت حملة اليوم شعارها الأمل بالعمل من خلال احتفالها بعمل تطوعي بجميع شوارع المحافظة. نحن موجودين بساحة الأمويين، رح نطلعكم على بعض تفاصيل هي الحملة. أكيد معي الأستاذ سومر وهو مدير الحدائق في محافظة دمشق. صباح الخير ويعطيكم يا أهلا. الله يعافيك يا رب. خلينا بالبداية نتعرف على حملة اليوم تفاصيل أكثر. نحن اليوم عمال وموظفين محافظة دمشق عم نعيش فرحة نصر، نصر شعبنا وإرادته القوية. لذلك نزلنا كموظفين وعمال بعمل طوعي تجسيدا لشعار حملة السيد الرئيس الأمل بالعمل. ومثل ما انك شايفي نحن اليوم كمديرية حدائق نزلت ورشنا بهذا العمل الطوعي على ساحة الأمويين اللي هي رمز لكل الشعب السوري، وعم نقوم بإعادة بزراعتها باستبدال الحوليات المزهرات اللي موجودة فيها لحتى نظهرها بأبهى حلي تليق بهذه المدينة الجميلة. أستاذ، يعني اليوم عم بنشوف طبعا هذا العمل انطلق، وحاليا يمكن بوقت ما نحن هلأ عم نتحدث رح تنطلق آليات محافظة دمشق من المرآب الأساسي لتتوجه لعدة عقد ومحاور في المدينة. يعني هذا العمل اليوم قديش حبيتوا يكون الفرحة الخاصة فيكم تعبروا فيها كعمال اليوم من خلال العمل؟ نحن كعمال وموظفين في هذه المحافظة نحن منعبر عن فرحتنا بالعمل، أبد بالعمل بالإنتاج بالزراعة، هي فرحتنا وهذا تجسيدنا لشعار حملة السيد الرئيس. لذلك كل ورش، أغلب الورش في محافظة دمشق سواء كانت ورش مديرية النظافة أو ورش مديرية الصيانة، الإنارة، هندسة الطرق، دوائر الخدمات، اليوم نزلت بهذا العمل الطوعي على شوارع وساحات مدينة دمشق لحتى تعبر عن فرحتها وعن تجسيدها لهذا الشعار بشكل عملي. يعني خلينا نشوف اليوم قديش عدد العمال المتواجدين معنا بالساحة، لقديه رح يستمر العمل، حجم العمل اللي رح يتم إنجاز. هلا نحن اليوم في هون عدد من العمال هو عمال الزراعة، تمام، بس في عمال بالجهة الثانية عم تروح عم تجيب زرع. في عندنا مشاتل، نحن مشاتل تابعة لمحافظة دمشق، بنقوم بزراعة الشتول فيها وإنتاجها، وبعدين بس صارت جاهزة بناخذها بنزرعها بالساحات العامة والحدائق أيضا. هون في عدد من العمال تقريبا 25 عامل، في بالمقابل في عدد من العمال اتجهت باتجاه المشتل تجيب الزرع، في عمال عم تقوم بعملية رش المبيدات، عمال عم تقوم بعملية القص، في عمال عم تقوم بعملية تقديم الأشجار، في عمال عم تقوم بعمال تنظيف الحدائق، بسورج السقاي، إعادة تأهيل، إعادة صياني. بشكل عام يعني هي جزء من ورشنا هي كحدائق، أما باقي المديريات عندها ورش متنوعة، وكذلك الأمر اليوم كله أغلبها نزل على الساحات العامة وعلى الشوارع لقيام بهذا العمل الطوعي اللي مثل ما حكينا هو تجسيدا لهذا الشعار اللي انتخبوا غالبية الشعب السوري وأيدوا غالبية الشعب السوري وعملوا الأفراح، أقاموا الأفراح بانتصار هذا الشعار. وإن شاء الله نحن منكون عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا. أكيد يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك. بكمل مع أكيد الصورة. يعني مثل ما عم نشوف صبايا حاليا تجري أعمال الزراعة في ساحة الأمويين، وبهذا الوقت رح يكون انطلقت الآليات بعدة محاور منها العقدة الخاصة تحت المحلق الجنوبي وصولا إلى مجمع 8 آذار، وتتضمن أعمال مديرية النظافة. أما المحور الثالث فهو كتف نهر المالكي حتى ساحة الفاتيكان اللي بتتضمن أعمال النظافة بالإضافة إلى رش المبيدات الحشرية. المحور الرابع هو اللي نحن متواجدين فيه، ساحة الأمويين ودوار برنية الحلموني، وتتضمن أعمال الحدائق. المحور الخامس رح يكون بفرع نهر بردة بالقرب من أفران ابن العميد، تتضمن تنظيف النهر من قبل ورشات طبعا تعزيل الأنهر بمديرية الصيانة، إضافة إلى ورشات متفرقة من كافة
كافة المديريات بالخدمات بمحافظة دمشق. يعني هذا جدول عمل اليوم اللي رح تكون فيه حملة طبعا الخدمات من محافظة دمشق بعدة شوارع بالمحافظة. نحن كنا عم نرصد بعض هي الأعمال والمتواجدة بساحة الأمويين. خلفي تقريبا رح يتم إنجاز الزراعة وبعدها رح ينطلقوا للمحاور الأخرى من أجل إتمام العملية. نرجع بنقول أنه طبعا السوريين عبروا بكل الطرق عن فرحتهم بإنجاز الاستحقاق الدستوري بمختلف الطرق، عن انتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الأسد. هي كانت الأجواء. رح أترك الكاميرا معكم قليلا تنجز، خلينا نشوف الإنجاز على أرض الواقع. ما في أجمل من الزراعة، ما في أجمل دائما من البناء والأعمار. دائما الاستثمار بالإنسان، الاستثمار بالأرض هو العمل، هو الغاية الأسمى اللي ترتقي فيها الشعوب. نعم. سالي وميسان، وأكيد. نعم. ما في أجمل من ساحة الأمويين اللي كانت شاهدة على أفراح السوريين. نعم. قبل بداية الانتخابات وبعد الانتخابات شفنا الأفراح فيها، ويمكن سالي كنتي أنت معانا على الهواء مباشرة. نعم. نقلتي لنا مشاهد كثيرة من الفرح وكلمات الناس بهي الساحة تماما. نعم سلمى، لهيك حبوا يبلشوا منها لأنه يعني هي أصبحت هي الساحة رمز لكل السوريين. يعني سلمى بدنا نتشكرك وأيضا بدنا نقول مباركة هذه الأيادي التي تبني والتي تزرع انطلاقا من الشعار الأمل بالعمل. أكيد دائما بالأمل وبالعمل تبنى الأوطان. شكرا كثير لك يا سلمى، ويعطي العافية الشباب كلها يلي طبعا دائما تسعى لأنه تعطي الصورة الحقيقية للشام، لسوريا كافة ولكل شبر بسوريا. سوريا يعني ميسان هي من أجمل خلينا نقول البلدان بكل شيء حتى بطيبة أهلها. يعني سوريا فعلا جميلة بأهلها وبناسها وبأرضها وبتراثها. صحيح. وتاريخها العريق لسوريا، وقديش مهم نحافظ على هذا التاريخ وأيضا نعمل حضارة جديدة بيكتبها التاريخ للسوريين يلي هم تجاوزوا الأزمة، تجاوزوا الحرب. إن شاء الله رح يطلعوا أقوى من ما كانوا عليه ومن ما كنا عليه. ودائما فعلا منقول العمل، الإنسان بيقدر يبدع بأي شيء من خلال العمل، بيقدر تبنى الأوطان من خلال العمل. ما بنقدر نضلنا واقفين بأرضنا. وعم نتمنى أنه نحن تتحسن أمورنا، لازم نحن نتحرك لنحرك العجلة الثقافية والاقتصادية. صحيح. والاجتماعية. سالي بدنا نرجع لضيفتنا. أكيد لازم نرجع لموضوعنا يلي عم نحكي عنه. كنا غالية نحن عم نحكي عن القلق والرهبة ما قبل الامتحانات والاستعداد ذات للامتحانات. حكيتي لنا بعض الأفكار يلي ممكن تساعد الطلاب، خلينا نحكي شوي كيف بيقدروا هن يعملوا فسحة من الراحة ما قبل الامتحان. تماما. هلا لازم اي طالب يكون في له فسحه من الراحه عن جد، مثل ما حكيت، يعني يكون له وقت انه يقدر يرتاح فيه ويمارس الشيء اللي هو بيحبه. يعني بيحب مثلا ينزل يتمشى، بيحب يروح على النادي، بيحب يقرا كتاب، بيحب يتفرج على التي في. يعني يشوف الشيء اللي هو بيحبه ويخلوه الاهل يعملوا، مو يقولوا له لا هلا ما في طلعه من البيت ابدا، لازم تضل انت بالبيت، انت طالب بكالوريا، لا ما لازم تعمل هيك. يعني ما نحسسه انه انت مقيد، ما نحسسه انه هذا الامتحان انه هو شيء كتير مخيف أو رهبة. يعني نحن اللي عم نزرع الخوف بقلب طلابنا، وهي شغلة كتير كبيرة. يعني نحن خلي الأمور عادية، بس شوية تنظيم للوقت ونحط له أهداف ونحط له شغلات تحفيزية. يعني شوف فلان شو عمل حتى وصل لهون، شوف هاد شو عمل حتى وصل لهون، من دون ما نحن نقارنه بأشخاص موجودين. يعني أخوك، ابن خالتك، عطول نورجي الناس الناشحة اللي هن بعيدين عنه إنه هاد شو تعب. هذا لا يعتبر مقارنة، تماماً. هذا يعتبر تحفيز. تماماً. هذا نوع من التحفيز، وخصوصي إذا كان الشخص ناجح. يعني أشخاص ناجحة قدرت تغير شيء أو قدرت تترك بصمتها. في مصطلحات تانية غالية يمكن دائما أنتم بتنبهوا عليها أنه بتستخدمها الأم أو الأب، أنت مو رح يطلع منك شيء. أنت ما رح، أنا متأكد أنه أنت قد ما درست أنت ما رح تنجح. بفكروا هنا من حبهم لأولادهم أنه الولد هون بيقول لا أنا بدي أنجح، أحيانا لا يحبط. تماماً. الطالب أكيد. وبيحقق لهم اللي عم يقولوا يعني.
تماما، لانه الكلمه لها تردد، فانا لما بدي ضل عم ردد له انه كلمات سلبيه، انه انت والله ما حيطلع من امرك، مثل ما حكيتي انت فاشل، انت خرجك دراسه، انت روح على الشغل، روح كذا، فهدول الكلمات اكيد حتنزل كثير من طاقته، وبنقنعه فيها، بيطلع هيك بيحمل الكتاب، والله انا مو خرج دراسه، اذا هن عم بيقولوا لي ليش انا لا ادرس وعذب حالي؟ يعني فنحن احيانا اللي بنكون ممكن مو الكلمه بعمم انا، بس احيانا نحن يمكن نكون العائق لاولادنا بدون ما ننتبه، نفكر انه نحن عم نحفز، ما بنعرف انه نحن لا عم نحطم، نعطيهم وقتهم، الامتحان هو كثير عادي مثل اي امتحان، ما يكون هالرهبه كثير، نعطيهم الوقت انه يرتاحوا فيه بالشيء اللي بحبوه، ما نقطع عنهم كل شيء، يعني بحب رياضه يضل بالنادي رياضه، ساعه راح ورجع ما حتاثر عليه، بالعكس يعني نعطيه هذا الجو اللي هو يكون مرتاح فيه، ونركز على الشغلات حتى بالطعام، نركز على الشغلات المفيده، يعني ما نطعميهم الشيء الثقيل كثير، الشيء اللي بيعمل لهم تلبك معوي، نعطيهم الشغلات هيك اللطيفه السهله اللي بحبوها. يعني الاكل له تاثيراته السلبيه كمان على أكيد. ما قبل الفحص اكيد، لانه احيانا يعني ما فينا ناكل اكل كثير ثقيل ونروح على الامتحان بيصير نعاس، حاله نعاس بعض الاحيان صح. عند الطلاب، يعني هي مجموعه سهله من العوامل واللي بتساهم بنجاح الطالب، لكن دائما بنقول انه كمان الطالب لازم يكون عنده وعي وادراك لهالمرحله يلي هو جاي عليها، هي مرحله ما عاديه، يعني هي مرحله الامتحانات الشهاده، خصوصا الشهاده الثانويه. كل اخيره بتحبي تقوليها لكل طلاب الشهاده الثانويه اللي هلا عم يقدموا فحوصهم، وكيف بنقدر ندعمهم ويدعموا حالهم هن، يعني لحالهم او حالهم؟ تماما، هلا بتمنى النجاح اكيد لكل طلابنا اللي عم بتقدم، بس بدي اقول لهم انه الامتحان شيء كثير عادي مثل اي امتحان، يعني انت لا تعمل هذا الخوف او الرهبه بداخلك، فوت مثل وقت بتفوت على اي امتحان ما يكون عندك هذا الخوف، كل ما خفت كل ما نسيت الشيء اللي درسته، كل ما فت وانت على ثقه وعم بتحفز حالك اني انا بقدر، انا ناجح، انا عندي هدف، حتلاقي حالك التوكيدات اللي نحن بنقولهم اليوميه، حتلاقي حالك كثير قدرت تتغير من حالك، بس نحن شغلات بسيطه هيك شويه تركيز حيكون كثير حلو ان شاء الله. بدنا نشكرك غالية على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ضيفتنا الدائمة، وان شاء الله يا رب التوفيق والنجاح لكل الطلاب، الله لا يضيع عمرك حبيبتي، خلي لي اياك. شكرا كثير لك غالية. يعني صارت الساعة 10 وصار الوقت لننتقل لغرفة الاخبار لنطلع على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا مشلين عازر. صباحك ورد يا مشلين. صباح الخير سالي، صباح الخير ميسان، صباح الخير للضيوف، صباحنا خير الموجز بعد الفاصل. أهلا بكم. حشود شعبية كبيرة في ملعب الباس البلاذقية للمشاركة في الاحتفال بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi,
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، مشددا على أن سوريا ترفض ضغوط هذه الدول أتعدها مجرد وسيلة للابتزاز السياسي. خلال جلسة لمجلس الأمن قال صباغ إن الدول الداعمة للإرهابيين حرفت خلال السنوات الماضية الانتباه عن استخدامهم أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة أو التهديد بذلك، وضغطت على فرق تحقيق منظمة الحظر لفرض أجندات تلك الدول. الماضية على حرف انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف في الاتفاقية عن مواجهة هذا التهديد الإرهابي الكيميائي، ومارست في الوقت نفسه الضغط على أفريقيا. دعا الإيرلندي مايك والاس النائب في البرلمان الأوروبي إلى استجواب مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ذلك إثر فضيحة الفبركات حول الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018. تأكيد مفتشين من داخل المنظمة كذب الادعاءات ضد سوريا في هذا الموضوع. She said, we are restoring the law and order situation. The operation, as you might be aware, she said, has been concluded within 3 weeks. This is not true. After 13 weeks fighting... أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن المؤامرة الإرهابية التي استهدفت سوريا والمنطقة كانت لخدمة وتنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية وللهيمنة والسيطرة على شعوب المنطقة ومقدراتها. أقال الحوثي في كلمة له إن حزب الله والمقاومة الفلسطينية كان ماذج ناجحة لم تحظى بدعم عربي وإسلامي سوى من سوريا وإيران، موضحا أن ما أعاق مخططات العدو الإسرائيلي كان المقاومة في فلسطين ولبنان والدعم الكبير الذي قدمته لهما كل من سوريا وإيران. نهاية الموجز، عودة إليك سالي لمتابعة فقرات صباحنا غير. شكرا لك مشلين من استديو الأخبار، مكافين أنا وميسان ببقية فقرات صباحنا لليوم. وصلنا لفقرتنا الأخيرة سالي، دائما بالصيف تكتر المشاوير والطلعات والفوتات وبتهتم كتير النساء بأنفسهم وبيحاولوا يطلعوا بالصورة الأجمل. عالم التجميل وخصوصا عالم المكياج دائما بتطور، ألوان جديدة بتدخل وكل السيدات بتحب تكون على اطلاع بهذا الموضوع. سالي، لحتى نعرف اكثر معنا اليوم خبيرة التجميل انجيلا جرجوس. يسعد صباحك انجيلا. ميرسي، يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. يسعد صباحك انجيلا، بدنا نصبح على رزان. يسعد صباحك رزان. صباحك رزان. يعني مثل ما قالت ميسان، بالصيف بتكتر مشاويرنا وعن جد يعني دائما الانثى هي بتحب انه تهتم بجمالها بمظهرها بميك اب تبعها. فانت هلا رح تعرفينا شو هيك اخر صيحات موضه 2021 بالميك اب. هلا اولا كثير دارجه الالوان الضايجه، يعني مثل الأورنج، البينك، البيربل كتير، وتكون مات على عيون. كمان تعرج قصة النو ميك اب، يعني بدنا نحط شيء كتير خفيف، ماسكارا حمرة خفيفة مع شوية شادو خفيف، يعني بيكون يعني ميك اب نو ميك اب هن بيقولوا ميك اب نو ميك اب، بس انه فيك بيكون شوي. نعم. كمان في عنا الاي لاينر، في موضة جديدة اسمها جرافيك لاينر. اللاينر بيكون خط خفيف آخر العين مع وصلة لفوق الكريز تبع العين، بيكون هيك شوي أرتيست معمول. يعني الألوان الضايجة غابت فترة من الفترات بالموضة المكياج، وشفنا اتجهوا نحو الألوان الترابية فترة طويلة والألوان صحيح. الخفيفة يمكن سالي صحيح. هلأ عم ترجع هاي الألوان الضايجة، حلوة يمكن بالصيف تحاولي تجربيها سالي. هلأ بدها جرأة ميسان، يعني عن جد هيدا الألوان بدها جرأة، ويمكن أنجيلا رح هلأ تعرفنا عليها أكثر. معنا وجه جميل يعني ممكن تشتغلي عليه أكيد. شو رح
تورجينا اليوم أنجلنا؟ اليوم رح نعتمد شوية بينك مع موف قوي، بيلبق لك كل شيء وعادية حمراء عادية. يلا خلينا نبلش نشتغل هلا. دائما يعني كل سنة بيكون في تجديد بالميك اب، وقت عم نحكي عن الميك اب نو ميك اب، شو هي الأساسيات يلي بتستخدمها السيدة لتظهر بشكل رايق؟ نعم، وبنفس الوقت يعني مبين انه هي شكلها طبيعي. أنجيلا، هلا اساسا بدنا نبتعد عن الفوند اللي بيجي فول كفر، لازم نعتمد الفوند الخفيف مثل الكريمات البي بي، او حتى نعتمد بس السان بلوك ونسبته. نعم، وكمان على عيوننا نبتعد عن الظلال القويه الوانها، يعني حلو. بس شويه عسلي او بيج او هيك اشياء ممكن نعتمد. بلشنا بالبينك خفيف. ايه بلشنا باللون البينك على الزاوية الخارجية للعين، ومنفوت شوي فيه لجوا. بعدين بنستخدم شوية موف قوي على نهاية العين، الزاوية الخارجية السفلى. هون لكل الصبايا يلي هلا حابين يعرفوا ايضا الطريقه الصحيحه للميك اب، يعني ميسان في كثير صبايا ما بتعرف كثير تتمكياج، وعادي كثير يعني مثلي انا يا دوب حط الماسكارا، ففي كثير انه صبايا بتقول انه انا مثلا عيني صغيره، عيني مبطنه، شو بيلبق لها اكثر؟ صحيح. يعني انجيلا مثل عم تقول سالي، كل عين بيلبق لها شيء، مثلا في حال العين الصغيره بتقدر تحط هاي الالوان؟ اكيد الالوان ما انا مشكله، بس المشكله هي طريقه التطبيق، يعني لازم تعرف طريقه التطبيق الصحيحه. نعم. ان ما تحط على كامل العين، بس من الزاويه الخارجيه، ومن قدام تعتمد شيمر خفيف لحتى يفتح لها قلب عينها. هي العين الصغيره؟ ايه العين الصغيره، العين الكبيره ما عندها مشكله، ممكن تمد لجوات العين اكثر. احيانا في بعض الاشخاص، في بعض السيدات بيحاولوا يصغروا عينهم اذا كان حاسين انه عندهم شويه جحوظ في العين. صحيح. او هي كمان هدول بتكون لهم طريقه معينه بحط الشادو؟ بدهم يعتمدوا الوان سموكي تطبيقها على كامل العين، بدهم يعتمدوا كحل اسود بقلب العين بيعطي تصغير لقلب العين. اما الالوان الفاتحه فهي بتكبر بتوسع المساحه اللي نحن حاطينها مطبقينها عليها. نعم. ايضا كمان ميسان بدنا نحكي عن السيدات يلي لهم حصه لازم يكونوا اللي عندهم جفون شوي، يمكن مع الزمن بتحسيها تتبطن شوي بطنه، فشو بدنا ننصحهم اللي ما عاملين شد اجفان؟ خلينا نحكي بصراحه، يعني بدهم يطبقوا لون غامق على الجفن الزايد اللي عندهم، يعني هي الجفون لازم نطبق عليها ألوان غامقة كرمال تخفيها. أما إذا الفاتح فهو رح يبرزها أكثر. يعني فينا نقول سالي إنه هو وقت نحكي على الميك اب عالم كتير واسع وما ممكن سهل الدخول له، كل سيدة إنه هي تعرف تهتم بحالها، ولكن مع الزمن بتحسي إنه كل امرأة بتصير بتعرف شو بيلبق لها وما بيلبق لها، وبتقدر من خلال شغلات خفيفة تظهر بالشكل الأجمل. يعني وقت عم نحكي على الميك اب نو ميك اب، يعني ايام زمان كانت امهاتنا اصلا يحطوا شغلات كثير خفيفه، حمراء وقلم كحل، كان عارف يعني على جد مثل ما قلتي انا بتذكر نفس الحمراء على الخدود تماما. ايه كانت تقول لي يعني ستي انه نحن انا بعرسي حطيت حمره التم والخد، بس هلا يعني هلا في هلا في كثير ادوات وماركات ومنتجات جديده. نعم. يعني بتخدمنا باشياء معينه. هلا حطينا تحت العين، شو اللون يلي حطينا انجيلا؟ نفس الالوان اللي فوق العين منطبقه لتحت العين ليكون في تناظر. وقت بنكون عم نحكي على الزهر او البينك هون، اي الوان منطبقه على العين لازم تكون متناظره مع تحت العين. نفس الدرجة أو غير درجة؟ ممكن نخفف ممكن نقوي حسب نحن شو بدنا، إذا عنا العين من فوق صغيرة لازم نقوي من تحت لنعطيها مساحة. وبالعكس لما بتكون كبيرة منخفف من تحت. واللاينر أنجيل؟ ممكن هلأ دارج إنه ما كتير نطبق، إذا كان الميك اب خفيف فينا نبتعد عنه، وفينا نعتمد خط خفيف. يعني اللاينر بما انه لك ما كثير عم يستخدم بالفتره الاخيره، هل هو دائما لازم يعوض عنه برموش او المسكرة احيانا كافيه؟ لا المسكرة كافيه، اذا نحن معتمدين نو ميك اب المسكرة كافيه ووافيه.
تماما. يعني رزان شعرها اسود، خلينا نحكي ايضا عن اللي شعرهم اشقر، الميك اب بيختلف للي شعرهم اشقر، درجات مثلا الترابي بيستخدموها اصحاب الشعر الاشقر، شو رايك انت؟ ولا فيهم هن او يعملوا اورانج يعملوا زهر؟ لا حسب هن شو بيحبوا. بيتطبق على كل انواع الشعر وان انواع البشره، ما انا مشكله. ولون الفونديشن؟ لون الفونديشن لازم يكون قريب من لون البشره او افتح بدرجه او اقوى بدرجه حسب الصبيه شو بتحب تطلع، لون فاتح او لون غامق، بس ما لازم كثير نبعد عن لون البشره. يعني ما دخلها يعني بالشعر شو لونه، هي دخلها بلون البشره. لا اغمق بدرجه افتح بدرجه، بس الاشقر اكثر شيء بيلبق له السمار. سمار البرونز. روح سمي حالك يا سعري، خلص صار بلشت الصيف. هي لا صح عن جد صار بدها انه برونزاج. يعني ميسان انت كمان من الشعر الاسود ولكن من البشرات الفاتحه، ودائما بيعتمدوا الصبايا انجيل انه عن جد في منهم بيحبوا يقووا ميك اب، يعني هن حتى بالصبح بيحب وهيك حسب هن شو بيحبوا يعني. ف يعني شو في نصائح هيك ممكن تقدمي لهم اياها للصبايا، انه ممكن كل ما كان الميك اب هادي كل ما كان بيعطي احيانا تكون كثير حلوه البنت، تحسي انه انتزع شكلها احيانا من كثر ما بتكثر ميك اب. اكيد هلا الميك اب القوي كثير على طول ما عاد بيعطي البشره حقها او الوجه وجماله حقه. اكيد لمسه بسيطه بس بتكفينا نبين جمال العيون جمال الوجه كله، نبرز اجمل شيء بالوجه وبس، ما في داعي يعني انه الميك اب القوي ما نشرت لحتى تطلع الصبيه حلوه. هلا عم تحطي حمراء لونها قريب من لون الشادو؟ ايه هي جاية مو مات كأنه فيها لمعة جاية ايه جلو وشوية بينك هي. هلا وقت كنتي عم تحكي على الألوان اللي دارجة قلتي انه حصرا مت المت وقت بينحط فوق العين شو بيعمل شكل مختلف عن وقت بيكون في جلو شوي؟ يعني هلا الجلو بيعطي انه مثل كانه اضاءه للعين، اما المت فهن ندرجوها السنه من دون اي نتفه شامر او جلتر يعني او اي حتى شيء. لو كانت هي الالوان قويه فينا نستخدمها ديلي بقى بيصير يعني نحطها بشكل يومي ديلي انه الوان، بس هي ما كثير ظابطه على شغل او هيك، ممكن اذا على مشوار مسائي مشوار أو جميل شيء. اوكي ما أنا مشكلة. الجليترات أنجيل شو بدنا نحكي عن الجليتر؟ الجليترات عشقي الجليترات عن جد، بيعطي الميك اب رونق وجمال. بيفرق فرق شاسع فورا، يعني بيفرق معك الميك اب بس تحطي لمسة جليتر خفيفة، بس هو أكيد أكتر شيء مناسب للسهرات للأعراس للمناسبات. الجليتر أهم شيء بيكون حلو كتير. نحن هيك خالص الميك اب ايه، خلينا بس اخر شيء نحط له برونزر. نعم يلي هو يا بيعطي تمام اوكي برونزر على الخدود. هلا ممكن لبشره مثل رزان فاتحه صافيه نقيه انه ما نحتاج لفونديشن غامق، وممكن نحط لها البلاش يكون على روز؟ اكيد حسب هي شو حابه بنحط لها، بس يمكن الصيف دائما بيستخدموا فيه البرونز اكثر لانه بيعكس يعني بيعكس الالوان الصيفيه، بتحسي انه بدها شيء برونزي لا من خلال الشيء من روح الشمس يعني اكيد. هلا اخر شيء بنحط هايلايت خفيف على راس الخدود على الانف شوي وكمان هون اسفل. فينا نعتبر انه هذا الميك اب يعني ميك اب خفيف اصلا ما انه ميك اب ثقيل. خلينا نوجه صورته لرزان على الكاميرا لنشوف الفول ميك اب الناعم. ناعم كثير ناعم ناعم ولا بقى هي وجهه حلو. شكرا كثير لك انجيلا يعني على هالميك اب الحلو وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. نتمنى كل الصبايا يكونوا استفادوا منها لحتى يقدروا هيك يستفيدوا منها. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه وان شاء الله على طول بنضلنا باحلى طله. ميرسي يعطيك العافيه انجيلا، واكيد شكر لك يا رزان وعن جد نورتي صباحنا لليوم. يعطيكم العافيه وايضا يعطيك العافيه ميسان. خلصنا هيك اليوم فقرات عن جد كانت مهمه ومتنوعه. بدنا ايضا نتمنى لمشاهدينا بقيه نهار يكون فيه حب وخير وامل بانه القادم اجمل. اكيد تابعونا بالاعاده الساعه 1 بالليل ان شاء الله تكون فقراتنا نالت اعجابكم. الى اللقاء ومره
تانية. يعطيك العافية. بدي أتمنى لك يوم جمعة حلو وعطلة سعيدة سالي لإلك ولكل عائلتك. بدي أتمنى لكم نهار يحملكم كل الخير والسلام والصحة يلي ترافق أيامكم ودروبكم. كنا عم نتابع خلال الأيام الماضية دائما يمكن حفلات فرح بشوارع سوريا. السوريين كتير بلبق لهم الفرح، كتير بلبق لهم السعادة وأنه تكون أيامهم كلها خير، ما بتلبق لنا لا الحروب ولا الأمراض. نحن شعب حي وشعب بينبض بالحياة سالي، فدائما بدي أقول أنا تحية للشعب السوري العظيم فينا نقول والطيب عنهم والطيب جدا صدقا. نتمنى لكم نهار كله خير وإلى اللقاء. باي باي.